بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. ده اللي دورنا الكلاب الاولاني في المره دي. ده اخر ايشو من الراديو جرافيكس. دكتوره سلمى هتبتدي اول بيبر ان شاء الله، الزونوزس شيست راديولوجيست فيو. الزونوزس ده، طيب يلا ابتدي يا سلمى. بسم الله. البيبر بسم الله الرحمن الرحيم. البيبر بتتكلم عن اللي هو الزونوزيس اللي هو الترانسميتد انفكشن من الانيمالز، تمام، سواء كان عن طريق يعني دايركت انيمال كونتاكت، يعني مثلا انيمال بايتس او مثلا اكسبوجر للديد تيشو بتاعه، او عن طريق فيكتور. الفيكتور ده ايذر ان هو مثلا يكون ايه تيك او فلي او يعني ارثروبود زي يعني ناموسه او كده، تمام. وغالبا الكارير اللي هم الانيمالز دول بيبقوا اسيمتوماتيك، يعني بيبقوا قصدي كاريرز، يعني بيبقوا هيلثي، باينين ان هم كويسين لكن هم حاملين للمرض. طب لحد دلوقتي ممكن نقول ان هي حاجه سبوراديك او ممكن تحصل يعني مثلا واحد في المليون او واحد في واحد، يعني كم واحد مثلا ممكن يجي بالمشكله دي. لا، المشكله ان ممكن الزونوتيك انفكشن دي تبتدي يحصل ميوتيشن اللي هو للايجنت اللي هو يعني اللي هو ممكن يكون فيروس او بكتيريا او كده، ويبتدي يحصل هيومن تو هيومن ترانسميشن. هيومن تو هيومن ترانسميشن ده ممكن يبتدي يبقى difficult to be contained ويتحول لبانديميك زي كده. لما هنيجي هنشوف اللي هما الانثراكس والبلايك بعد كده. اول حاجه اسمها التولارينيا. التولارينيا دي بكتيريال انفكشن، تمام. بتيجي اكتر للي هما الرابيد هانترز، عن طريق ان هما ايذر ان هما مثلا يكونوا هاندلينج اللي هما الرابيدز الديد رابيدز، او ان هما يحصلوا انجشن للبكتيريا او ايفن انهاليشن. معظم طبعا اللي هما البرزنتيشن بتاعهم بيبقى ككلينيكال بتبقى حاجات كونستيتيوشنال قوي، تمام. بس في يعني انفكشن بيبقى معاها حاجات سبيسيفيك شويه اكوردنج للحاجات اللي هي بتتارجت ليها في التشست. التولارينيا مشكلتها ان هي يعني بتتلخبط كتير مع الكانسر، لان هي البرزنتيشن بتاعها بيخش تبع الديفرنشال دايجنوز بتاع ماس، وعامله الليمفادينوباثي، وعامله كمان نوديولز، فنفتكر ان النوديول دي ميتس اللونج ميتس، تمام. لكن طبعا بيقولوا ان ممكن نعرف نفرق شويه. طبعا بنعرف الفرق ادي دي تشيست اكس راي مبين ان في ماس، تمام، وفي هايلر لينف نود، وكونفيرمد بالسي تي. بس لو نلاحظ ان هو بيبقى فيها بريزيرفد اير برونكوجرام، وده ما بيبقاش اب كتير قوي مع المالجنسي. المالجنسي بتعمل يوزوالي اوبليفيشن للبرونكا، اوكي. طيب يعني احنا دلوقتي هي هنخش تبع الشفت بتاعنا كله ديفرنشال دايجنوزز، يعني لو معايا ماس ومعايا كذا يبقى ايه، لو في سبريد مالتيبل لونج مثلا اوباستيز بريفرال ولا سنترال ولا كده، بنفكر في ايه كديفرنشال. فلو احنا عندنا كده يعني لا اما البرزنتيشن بتاعنا زي ماس، تمام، فلو فيها اير برونكوجرام وفيها مثلا اكيوت سيمتومز يبقى دي تولاريمي، او لو في جراوند جلاس اوباسيتي، تمام، وهي اكتر سنترال او يونيفوكال يبقى دي تولاريمي. لو هي طبعا مالتيبل وسبريدد يعني او سكاتر باتشز يبقى دي اكتر اتيبيكال نيمونيا. لو معاها لو هي مور سنترال بس معاها مثلا ليمف نود كالسيفيكيشن او جرانيلومز او كده يبقى دي هيستوبلازمول. وطبعا قلنا ان احنا نفرق بين الماس ان هي دي مالجنسي او تولارينيا بالاير برونكوجرام وبالساين، يعني المالجنسي يعني انسيديوس ساين سيمتومز وكده، لكن طبعا التولارينيا حاجه اكيوت وفي انفكشن عنيف. تاني حاجة اسمها الباراجونيزيس. ما قلنا نيزيس يبقى فيها ورم، اوكي، وتشخيصها بيبقى بالايزوليشن بتاعت الاكس من الستول او السبيوتم، وهي بتارجت اكتر الفلورا. فاذا هنتوقع ان في الديفرنت يعني هي هتخش تبع الديفرنشال دايجنوز بتاع الحاجات اللي بتعمل فلورا الافيوجن.
تمام، وهي مشهوره يعني ان يبقى الثلاث حاجات مع بعضهم، لو لقيناهم سنترال معاهم في الاورال ديفيوجن يبقى دي اكتر ماشيه مع الباراكونيز. الثلاث حاجات اللي مع بعض اللي هم يبقى في لينير اوباستي مع سمول سيست مع نودولز. او يعني هي اهم حاجه كمان ان يبقى في بلورال افيوجن، تمام. فاذا هي هتخش في الايه، في الديفرنشال دايجنوزز بتاع الايه، كافيتري ليجن. طيب انا عندي كافيتري ليجن دول كتير قوي في اللنج، بس مثلا مع العيان ان هو عنده فيفر وبلورال تشيست بين وكف وكده، هسينك في الحاجات الاكيوت. اوكي، فلو هو معايا اير كريسنت ساين يبقى ده اكتر اسبرجلوز. لو فيها مثلا مارجن كالسيفيكيشن او لين كالسيفيكيشن او كده، او انترنال كالسيفيكيشن، هيبقى الايكاينوكوكس اللي هي الهايدات السيست. لو فيها لاين لينير اوباسيز يبقى هي دي الباراجونيزيس. اوكي، لو طبعا برضه التي بي بيعمل كافيتري ليجن يبقى مش معاه لينير اوباسيز المشهوره عن الباراجونيز. بعد كده الفليج، الفليج ده caused by اليرسينيا بيستس، وده بيبان في 3 presentation. تمام، البرزنتيشن ان هو ممكن يبقى حاجة اسمها بيبونيك بليج، ده بيبقى زي ألسر ومعاها ليمفادينوباثي، لوكال ليمفادينوباثي، او سيستيميك بليج بيبقى حاجة يعني حاجة سيستيميك وتبقى اجريسيف جدا، او نيمونيك، وممكن حاجة تتحول لحاجة، يعني البيبونيك ده ممكن يتحول نيمونيك وممكن يتحول لسيستيميك. تمام، ممكن يبتدي بيبونيك بيبقى نيمونيك. طبعا ده بيبقى له علاقة بالإكسبوجر للرودنس اللي هما الفئران وكده، هما دول بيبقوا كاريرز، بيبقى عن طريق مثلا انسكت اللي هي الفلي اللي هي الأمن بتاع الفئران بايتس. تمام، أو طبعا دروبلت انفكشن، وده اللي عمل بانديميك في العالم اللي هو هيومن هيومن ترانسميشن، او كونتاكت ان هو حد يشيل حاجات ديد رودنتس او كده، يبقى ده يعني اكسبوجر للديد تيشو. اوكي، طبعا البيشنت ده هيبقى عنده لوكال مانيفستيشن في التشست، بس هيبقى برضو عنده حاجات جنرالايز او حاجات برضو سوري يعني في الجسم كله، اللي هي بتبقى فيه لينف نود مثلا فيها نكروزس او كده. والفكرة اللي هي الكيبورد أو إزاي نعرف البليج، البليج بيبتدي على إنه حاجة يعني ديسنت جدا، نمونيا أو كده، تمام، بس بيبروجريس بعنف وبيقلب لديفيوز ألفولار دامج وبيقلب لنكروزس، وده باين في التشست إكس راي إن هو بادئ بحاجة زي كونسوليديشن، تمام، بس على طول يعني ما فيش قلب لتوتال كونسوليديشن، تمام، مع بدايات نيكروزس. اوكي، وبيبقى برضو معاه ليمفادينوباثي. طبعا الفكره كمان ان البليج ده مش حتى لو حصل هيلينج يعني للبيشنت وبدا يعني سيرفايف من النيكروتايزنج نيمونايتس وكده، بيبقى اللنج بتاعته ستاب، فبيبقى عرضة طبعا، وبيبقى فيه فايبروزس عنيف، فبيبقى العين ده عرضة كتير إن هو يجيله نيموسورس. طبعا البليج هيخش تحت اللي هما الديفرنشال دايجنوزيس بتاع الليمفادينوباثي. اوكي، الليمفادينوباثي بقى يعني لو حد عنده ماركت ليمفادينوباثي، ايه ممكن يكون الديفرنشال دايجنوزيس؟ لو فيه برودنينج للميديا ستاينم جامد، يعني بيبقى يعني سبب الانثراكس هو اللي ممكن يعمل كده، لان هو بيعمل معاه هيموراجيك ميديا ساينايتس. او لو كان يعني معاه طبعا زي ما قلنا الكلورينيا بتبقى زي ميس لايك وعامله ليمفادينوباثي. اوكي، او لو هو بقى يعني ليمفادينوباثي ومعاها لونج يعني ديفيوز كونسوليديشن وبروجريشن للديفيوز الفالفولار دامج. اوكي، والمالتي فوكال اوباسيتي كل مره بتبقى كونفلونت اكتر وبتاخد اللونج اكتر، يبقى ده ايه، ده معناه الحاجه الاجريسيف كده تمشي اكتر مع بلاي. لكن طبعا لو هي سكاترد وبريفرال وكده، هتخش تبع العادي اللي هما الاتيبيكال نيمونيا اللي احنا بنشوفها يعني على طول. طب الليبتوسبوريوزس
ليبتوسكوليوزس بتخش تبع اللي هم النودولر اللي هو الميليري نودولر اوباستس، اوكي، وبتبقى اكتر بريفرال ديستريبيوشن. وبرده الليبتوسكوليوزس بنعرفها من ان هي بتبقى حاجه اجريسيف وبتبقى كونفلونت على طول. النودولر دي بتبقى كونفلونت وتكواليز مور، والديزيز يعني كل ما الديزيز بيبروجريس، اوكي. وبالتالي لو احنا عندنا مالتيبل بالمونري اوباسيتيز، اوكي، نتيجه مثلا يعني للكونسوليديشن او هيموريدج او كده، لو فيها معاها سيبتال لاينز دي بتبقى ماشيه اكتر مع الايه الهانتا فايروس، اوكي. لو كانت يعني اكتر سنتري لوبلر، يعني سنتري لوبلر ديستريبيوشن، بتبقى ماشيه مع الانثراكس. وهنعرف برضو الانثراكس بنعرفه ازاي والهانتا فايروس، لو هما بيكواليزوا بروجريس اكتر يبقى ده الليبتوسبوريوز، اوكي. لو هما ديسنت زي ما هما وبريفرال سكاترد وكده يبقى ده ماشي مع ايه يعني الاتيبيكال نيمونيا. بعد كده الهانتا فيروس، الهانتا فيروس بيعتمد على ان هو يعني بيتريجر اكيوت immune رياكشن، بالتالي من ال مع اللي هو الباثوفيسيولوجي ده بيدل على ان هو هيعمل حاجه اجريسيف جدا. اجريسيف لدرجه ايه؟ لدرجه ان اول ما تشوف الشاست اكس راي ممكن تفكر ان العيان ده عنده بالمونري ايديما، تمام، او عنده هارت فيلر، اوكي. بس هو بيبتدي بانترستيشيال ايديما، وبالتالي هنتوقع ان يبقى فيه سيبتال لاينز وتيربي بي لاينز وكده، لكن الهارت نورمال مفيش أي حاجة. فده مبين إن هو اتضح على إن هو في الشاست اكس راي لونج ويندو إن هو حاجة أكتر فيها تبتل سيكنينج، تمام، وهيبتدي بقى يبروجريس. وطبعا كل الديزيز دي يعني نعرفها من البروجريشن بتاعها والعنف بتاعها مع السيمتومز بتاعتها، إن هي إيه بتبروجريس وتاخد كل اللونج. الكيو فيفر، الكيو فيفر دي نون سبيسيفيك يعني فايندينج، واصلا بيعتمد التشخيص بتاعها اكتر على الكلينيكال وعلى اللابس، لان هي هتبقى شبه الكوميونتي اكواير نيمونيا، او تبقى شبه اكتر اللي هما الاتيبيكال نيمونيا باتشز كده وبريفيرال وبتاع، لكن برضو بنعرفها من السيمتومز العنيفه بتاعت الفيفر، وكمان البروجريشن الرابيد بروجريشن في التشست اكس ري. اوكي، الهيداتيك سيست اللي هي اللي بتبقى كولد باي تيب فورم اسمها كاينوكوكس جرانيلوزس ومالتي لوكيلاريس، دي لازم نبقى عارفين ان هي ممكن تبقى بتو بريزنتيشن او تو تشيست اكس ري، يعني تشيست بريزنتيشن، ايذر ان هي تبقى حاجه اسمها الفيولار، ودي تبقى زي عامله انفلتريشن للالفيولاي اكتر، وبيبقى معاها مايكرو كالسيفيكيشن وريجولاريتي، ويعني شبه الايه كونسوليديشن بس الريجولر وكده، تمام. او ان هي تبقى سيستيك، والسيستيك ده اللي هو النوع الاعلى، تمام، اللي هو بياخد مالتيبل اورجان، يعني نلاقي البيشنت ده عنده مالتيبل سيست في اللونج، مالتيبل سيست في الليفر، في السبلين، تمام. وممكن تعمل اوبستراكتيف سيمتومز، مثلا تعمل بيليري سيمتومز وتقعد فور ييرز يعني. اوكي، فده شكل اللي هو ايه الايكاينوكوكس مالتي بلايرس، اللي هو عامل حاجه لوكال قوي يعني، او عامل انفلتيشن الالفيولاي، اوكي، كانه لوبر ماس يعني، لكن طبعا الكونتنت بتاعته مش انهانسنج، ما بتبقاش انهانسنج، اوكي. اما طبعا الشكل اللي احنا معتادين عليه اللي هو اللي هو السيستيك تايب ده اللي بنشوفه اكتر، وطبعا السيستات دي ليها كومبليكيشن كتيره، وممكن تعمل نيموسورس، ونعمل فيستريس كوميونيكيشن، ممكن تعمل افيوجن، ممكن تعمل انفيلاكتيك رياكشن، اوكي. وطبعا ايه تعمل يعني مالتي اورجان افكشن. بعد كده عندنا اللي هو الانثراكس، اللي هو الباسيلس انثراسس، اوكي، اللي هي الجمره الخبيثه.
دي كلمة السر بتاعتها أو الكيبورد بتاعتها اللي هو البرودنينج بتاع ميديا ستاين، هي بتارجت الميديا ستاين، بتعمل اكستنسيف لمفادينوباثي، بتعمل اكستنسيف هيموراجيك ميديا ستاينايتس واجريسيف بلورال افيوجن، تمام. وحتى لو عمل كونسوليديشن بيبقى اجريسيف، و يعني بيحصل ديفيوز الفولار هيموريدج. اوكي، وبالتالي كلمة السر بتاعت الانسر زي ما قلنا اللي هو ايه، الوايدنينج ميديا ستاين، اللي هو تبع فئة الليمفادينوباسي. لو معايا ميس لايت يبقى دي تولاريميا، لو معايا لو هو حاجة فيها معاها كونسوليديشن وبتبروجريس وبيحصل نكروزس يبقى ده بليك. لو معاها اكتر بيري هايرال اوباسيتي اللي هي زي ما هنا باينه ان في برودنينج في الميديا ستاينم، وباين في زي يعني بارا هايلر كونسوليديتد باتشز ونوفيلاريتيز، تمام، وبيت بروجريس، يبقى دي ايه الانسر. بس ده في الاخر اللي هو يعني زي تيبل حطيته كده، بس هو يعني بيشرح نفس الكلام وتبع انهي تبع ايه بالظبط، يعني الديفرنشال دايجنوزس او ايه التيبس المعينه لكل واحد فيه. خلاص يا دكتور، اوكي، شكرا جزيلا يا سلمى. هو انا بس عندي كومنت، هل احنا ينفع نشخص الحاجات دي؟ في حاجات طبعا بتبقى واضحة، لكن في حاجات هل ينفع نشخصها احنا ما عندناش هيستوري؟ يعني انا اعتقادي، انا طبعا ماليش في الفيست، يعني مش حتتي خالص بالمرة، بس اللي اقصده انه في اكيد فعلا طبعا حاجات الكلينيكال بتتضمن الهيستوري والسيمتومز، اعتقد ان دي نقطة وهما مهمة اصلا قوي، بيبقوا ونقطة مهمة كمان ان احنا نتعلم واحنا بنسأل على الهيستوري اللي ما بيجيلناش واحنا اللي لازم نسأل عليه، ان احنا نسأل مثلا هل العيان زار اماكن معينة في الفترة الاخرانية، بالظبط. سافر في حتت مثلا في افريقيا، لان طب هو ما هما فعلا كان في ما يعني متواجد اصلا في مكان كده، ما هو ممكن يكون هو ما سافرش ولا حاجه، بس المكان اللي موجود فيه، بس يعني دي نقطه كده تو يعني ان احنا ننشر نقطه ان واحنا بنسال ناخد في بالنا قصه ان يكون في حاجه يعني حشره عضته او حاجه زي كده. تمام، هو معظمه بيتكلم اكتر على هو المناطق اللي هي بتاعت نورثرن امريكا ويوروب وكده، يعني دي اكتر الحاجات اللي ليها علاقه يعني بالغابات، واللي هي اللي في نورثرن امريكا والصحراء بتاعت مش عارفه ميسيسيبي والكلام ده. تمام، ما احنا بقى عاوزين حد يعمل على الحشرات اللي عندنا، احنا اكيد عندنا حشرات برضه، احنا عندنا كل حاجه عندنا. فانا هو طبعا عشان الاوسرز من هناك، بس اللي اقصده انه لو في حاجه تانية حد يجمع لنا الحاجات اللي احنا بنشوفها احنا بقى والحاجات اللي موجوده عندنا يبقى كويس. تمام، طيب احنا هنخرج يا شباب دلوقتي من الميتنج ده، وندخل على نفس اللينك تاني عشان نسمع دكتوره منا ان شاء الله.